الحمد لله السيد الوزير، بعد الحديث مباشرة كنتابع هذه المصالح وزارة الفلاحة تحت إشراف السيد الوالي في إطار اللجنة الجهوية، ودرنا برنامج مهم كيهم أولا البنية التحتية، السواقي، الطرق، المسالك، كيهم استصلاح مقرات التعاونيات. فهنا عندنا نموذج ديال البنية التحتية بالنسبة للسقي الصغير المتوسط، وكما كتعرفوا كانوا أضرار كبيرة، وبالتالي كان تدخل عاجل من أجل لإعادة الري للمناطق لهذه الأحواض السقي الصغير المتوسط. كانت عندنا باش نرجعوا الديناميكية ديال القطاع الفلاحي تقريبا 7 جماعات اللي استفدوا، واحد 9300 مستفيد، 25 محيط سقوي سقي صغير متوسط. اليوم عندنا هذه الزيارة الميدانية للجماعات اللي ضرات بالزلزال في الإقليم ديال تارودانت، واللي الهدف هو أولا تتبع المشاريع اللي هي في إطار ديال التنزيل واللي طلقناها هذه شهرين، وكيخص يعني واحد المحور الأول هو إعادة السقي يعني اللي كان تضرر بهذا الزلزال، استصلاح السواقي وتوسيع الشبكة ديال هذا السواقي. الأشغال جد متقدمة، عندنا كذلك الوقوف على العملية ديال الشعير واللي يعني اللي كيتعطى بالمجان الكسابة اللي ضاعت لهم الضرو وضاعت لهم المشية، وعندنا كذلك فك العزلة على الضواوير وعلى الضيعات الفلاحية، كذلك الأشغال جد متقدمة في كل يعني الجماعات، وعندنا كذلك إطلاق بعض يعني المشاريع اللي كتهم فك العزلة اليوم، وأطلقنا كذلك العملية اللي هي مهمة بالنسبة للكسابة هو توزيع وتعويض الماشية اللي ضرت في الشكل ديال الأغنام والماعز لكل المتضررين، تقريبا من 25 ألف رأس اللي غادي توزع بالمجان، وهذا الشيء داخل في إطار ديال إعادة الدينامية لهذا سلاسل الإنتاج الحيوانية وتكثيف يعني ديال الإنتاج وإعادة تشكيل ديال القطع. وهذه مرحلة أولى اللي كانت استعجالية، وعندنا المرحلة الثانية اللي غادي ندخلوا فيها الآن واللي هي تكثيف التنمية الفلاحية في المناطق الجبلية المتضررة، واللي تبعا لتوجيهات ديال جلالة الملك حفظه الله، واللي غادي تدخل في إطار ديال تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر وتوسيع المشاريع ديالها، تكثيف المشاريع والتسريع بهذا المشاريع، خصوصا الفلاحة التضامنية واللي كتهم صغار الفلاحة والكسابة واللي كيكون فيها الاستثمار ديال الدولة خصوصا، وطبعا كاين المواكبة وكاين ديال الناس وديال الفلاحة وديال الكسابة، وكاين استمرارية ديال يعني استشارة الفلاحية في هذه المناطق. هذا الشيء راه مزيان، الناس ماتوا شويه ديك الشيء في هذا الزلزال، دروك راه بغيت يسافدوا ان شاء الله. انا مشات ليا شي 33 راس اللي مشات ليا، فرحانين دروك، فرحانين هو اللي عطاهم هذا الشيء ثاني، راه بغي نتعاون به ثاني ان شاء الله. السلام عليكم، ونشكر رائد الفلاحه الذي وين الاكتباد عاوني نترسم ندني مي خلاك سايب نسنغ زنزال قلت ما ميقيس دي علي بن لك سايب نسنغ نشكر بزاف راس نتيني تنمية نسل حتى نبدنا فرح نسل خيرات اللي غاس ندي وشكا كسر ستون غاد نزنزال هاد ليلان نشكر رائد الفلاحه الله دي وين الخيرات نشكر سيدنا الله يسرو دي عاغل كسيب طول زنزال هاد كي تموتي خمسه يموت خمسه البياس عيونا غاد المسائل هاد اجي نستافد وراه كيضيع ونشكر ربي الحمد لله. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.